يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أجسام. برنامج أجسام هو برنامج متخصص في رياضة كمال الأجسام، مثل ما عودناكم في كل أسبوع مليانة ضيف صاحب إنجازات وبطولات وحاز على يمكن عدة إنجازات. ويانا اليوم راح يكون ضيف مميز، البطل بطل منتخب الكويتي، البطل حمد شطر. راح فيك معنا. هلا والله، شلونك حمد؟ شو اخبارك؟ الحمد لله طيب. الله يسلمك. الله يسلمك حمد. بدايه انا ابيك تكلمني عن بدايتك في رياضه كمال الاجسام، شلون كانت بدايتي؟ انا صغير في يمكن عمر 13 سنه كنت متحمس للعبه حيل، وماسكيني الاهل ما يخلوني بالبيت على العقله وعلى المعده. يعني بلشت صغير وايد؟ بلشت صغير وايد، بس انا حاب المجال هذا، أحب كنت يعني الجسم مرتب وكذي، والكل مناشبني ما أدش يوقف الطول يوقف. وأنت صغير بالعمر قمت أنطر شوي، بعد سنتين دشيت 15 قلت ما أبي، قمت أروح نادي من غير أحد ما يدري، لأن والدي ذاك اليوم طاح علي محاضرات، شلخني ما خلاني، قال لي ماكو، أنا أصلي العصر أقطك أدش المسجد أطلع أخذك. صغير انا بالعمر قطني، اذكر في نادي راس السالميه عند رضا القبندي، سجلني وهذا سنه، قال لي خلص صلاه ويلك يعني ثلث ساعه ما في وقت، قطني عند رضا والله واتمرن ثلث ساعه بالكثير خالص، انا مشطب كل شيء لاعب. اي والله. ومرت تقريبا سنه وجهزت حق اول بطوله، طبعا هني ما يدرون الاهل ان انا ببلش العب بطوله وكذي، بلشت وكان تحبيط من الاهل وتحبيط من الناس كلها. انا حتى اول بطوله دخلتها في يعني في عمر يمكن صغير، صح؟ اي 16 ونص 17 سنه. هذا اول بطوله؟ اول بطوله ما شاء الله. وكنت ضعيف، بلشت النادي كان وزني 45 كيلو. يعني مو صحيح مثل ما يقولون ان رياضه كمال الاجسام ان هي ما تخلي الواحد يطول او تاثر على الطول والغنى؟ ممكن ان فيها ضغط على المفاصل، في تمارين تضغط على المفاصل توقف النمو، بس احنا جيناتنا قصار يعني البيت كلنا قصار. ايه زين، من كان له الفضل في ابرازك هبد؟ والله اخوي بدر بودي. بدر بودي، ايه هو كان له الفضل تحت ايده وفضل الله طبعا. زين عبد، انت كاصغر لاعب في المنتخب الكويتي اللي تميز في انك صاحب اكثر يمكن انجازات، كان بطولات، هالشيء هذا صحيح ولا لا؟ اي بطولات دوليه الحمد لله، كان بوقتها سنه 2011 2012 انا صاحب اكثر انجاز هني بالكويت. اللي انت اخذت طبعا اخذت هني بالكويت ولا برا دولي؟ لا دولي. كدولي؟ اي كدولي. يعني اكلمك من بلشت تقريبا نص 2010 اول بطوله شاركناها انا واخوي رضا القبندي، هو جاب اول انا جبت ثالث، وبعدها كان اكمل مشواري سنه 2011 هني الحمد لله بهالسنه كنت كله اول، ما عدا بطوله العالم جبت فيها ثاني، اللي طلعنا هني منتخب كامل وردينا ميداليه واحده اللي هي انجازي اللي حققته انا حق الكويت الحمد لله. حمد ابيك تكلمني شوي عن هالكوس، ما شاء الله احنا قاعدين نشوف هالكوس وهالانجازات هذه يمكن هي باينه، ابيك تكلمني عن هذه الانجازات سواء كانت داخليه او خارجيه، يعني هذيل الكوس وين كانوا؟ اللي تحت هذا الصغير بطوله اورندا كلاسيك، كنت مو مجهز حق اورندا كلاسيك، كنت مجهز حق بطوله العالم حق الكاس هذا. مجهز حق هذا ودخلت حق؟ ايوه دخلت حق هذا، وقالوا لي دش انت جاهز وكذي، عاشتني ظروف جبت فيها ثالث، لأنك كنت مو مستعد يعني جاهز 100%. جهز الحمد لله فضل الله يعني رديت الميداليه، ما توقعت اني راح ارد الميداليه، بس بعدها باسبوعين اللي فاز علي خذ الذهبيه في اورلاند كلاسيك باسبانيا، فزت علي انا بطوله العالم، هني كنت جاهز اسبوعين الحمد لله. يعني اسبوعين قدرت تجهز ما بين يعني تجهز ما بين البطوله هذه و... اي يفرق معي وايد، فرق معي. اي هو اليوم ياثر معنا وايد، اسبوعين عندي مجال، بس طبعا مع الخبره والتجهيز اللي جهزك واللي يتابعك الحمد لله كان متابعني اخوي بدر بودي. والبطوله الثانيه هذه يمكن الكاس الثانيه؟ هذه بطوله قطر المفتوحه، هذا كان وزن 80 وانا كان وقتها وزني يمكن 74. يعني انت دائما مشاركاتك يمكن قاعد تشارك في اي، بس انا بعد كنت مو مستعد حق بطوله قطر، كنت مستعد حق بطوله اورلاندو كلاسيك، لا بطوله مستر اولمبيا 2012. فشافني اخوي بدر بودي قال لي طب انت جاهز ليش ما تروح؟ فيها جائزه حلوه روح. ما ابي اروح اخرب مستواي وكذي. قال لي روح انت راح تاخذ اول. والله رحت بفضل الله. وزن مو وزني، اول مره كنت اشارك وزن 80 كان في خوف يعني، بس الحمد لله فضل الله انا وزني كان 74 وحققت المركز الاول، وما اكثر مني تقريبا 6 7 كيلو.
يعني ما شاء الله هذا الفرق باليمكن الوزن يمكن هذا فيها يمكن عضلات أكثر. والكيلو يفرق معنا وايد بهالمجال. يفرق حق ال. أي يفرق. يكون مشارك نفسه. المشاركة صح. بس أنا يعني قاعد أشوف إن هذا هو يعني لفت انتباهي يمكن إنه يمكن قاعد نشوف. لا إن شكل مجسم. شكل مجسم يمكن على هذه كانت وين؟ هذه سنة 2011 في بطولة العالم بالهند. هنا ما قلت لك طلعنا منتخب كامل إحنا. وردينا بهالكاس طبعا هالكاس يشيل اسمي يشيل اسم اخواني اللي شاركوا معي كلهم طبعا بس الحمد لله احنا ردينا ميداليه كنا هم فايزين وهذا خذيت فيها المركز الاول هنا لا جبت فيها ثاني هنا ثاني العالم ثاني ايه؟ ثاني العالم ايه مش طبعا مشاركين كانوا وياك اكيد يعني بطوله ايه ما توقعت انا اني بيب ثاني عالم قلت اول مره انزل بطوله عالم وشفت عدد المشاركين فوق يمكن 40 لاعب يتمني بيشوفني وقصير وصف اللي ورا ما توقعت انه كان كذي التحكيم يعني دغير انت بانجازاتك يا حمد يعني كانت يمكن انجازاتك الخارجيه كثيره اكثر من الداخليه اكثر من الداخليه والله تقريبا نفس الشيء لاني العب هني والعب دولي كان بس احنا نشوف يمكن البطولات الدوليه ومشاركاتك الخارجيه اكثر من الداخليه أكثر هل من انت الداخلية. مهتم بالبطولات الخارجيه اكثر او والله اهتم حق اي بطوله اي بطوله بس الحمد لله مشاركاتي كلها بطولات يعني قويه يعني حتى الداخليه اللي هي بطوله اكسجين ما تصير هي داخليه تصير مفتوحه حالها حال بطوله العالم تصير قويه بطوله حيل حيل يعني حتى انجازها حلو اسمك لما يسمع ان انت بطل اكسجين في ناس يقول لا شنو مثلا بطل اكسجين عشان يلعب بالنادي مفوزينه وهذا الناس كلها قامت تتكلم كذي بالعكس الحمد لله انا ما قاعد اروح العب برا بعد لا تقول لي اكسجين يفوزك صح اي تحكيم دولي ما في احنا قاعد نتكلم عن مشاركات خارجيه بس احنا قاعد نشوف هني مشاركاتك يمكن اغلبها انت قلت لي فيها مركز ثاني صح مركز ثاني عندي ثالث هني عندي ثاني في مستر اولمبيا ثنتين مو موجودين سنه 2012 جبت ثاني اولمبيا و2013 هذا هني مو جاهز ولعبت الحمد لله في كان شيء بيوسف يمكن خليك تطلع الثاني او يعني مدة التجهيز بس مدة التجهيز هي كانت أيوة هم يعني الإداريين يشوفوني مثلا جاهز وأنا متحمس صغير بالعمر أبي ألعب قلت إذا الحين ما ألعب وأسوي سي في حلو متى ألعب أنطر لين أكبر ما ينفع بس خلاص كثر ما أقدر قاعد أضغط على نفسي من ثاني يعني حلو أول ثاني الحمد لله زين إيش رأيك باللي يقولك لعبة كمال الأجسام لعبة مضرة يمكن عناصرها ما تفيد طبعا من يمارس هاللعبة هو نقص بالشخصية ما يملك شخصية تشوفه يعني يقولون عنه يمكن اللي برا احنا قاعد نسمع من اللي برا يسولفون يقول لك والله وهذا الشيء اللي قاعد يمنع يمكن اولياء الامور انهم يخلون عيالهم يروحون يلعبون مثل ما قلت في البداية إيه كان اهلي عرضوا ان انا اروح العب بس انا كنت حاب اللعبة وبروح يمكن ان انا اتمرن وابي يمكن اشارك في بطولة واني عندي مثلا حاب الهواية هذه حاب الهدف إيه عدل فنبي نوصل يعني رسالة حق المشاهدين او معلومة تفيد ان هل الشيء هذا صحيح ولا لا والله شيء يعني خاطئ انا قاعد اسمع كذي بس مرات انه يكون صحيح لان اكثر الشباب الصغار في العمر مندفع على اللعبه حيل يبي يسجل النادي ويبي جسمه بسرعه يطلع ويلبس ويؤذي الناس برا صغير في العمر مراهق يطلع يلبس يشوه منظر اللعبه هذا وهني غالبا اكثر شيء عندنا بالكويت قام يصير الشيء هذا يمشي بالمجمعات ويقعد مثلا يؤذي الناس يمشي بثقه يقول انا خلاص انا مجسم ما حد يقدر لي مجسم ما حد يقدر لي صار شمشون اي مشكله هذه مشكله كبيره انه يمشي ويطالع مثلا عائله كذي مساكين هم انهم يخافون يقول لا هذا يندفع علينا ولا يبي يطق ولا يبي يسوي هم يوخرون المشاكل كلها كذي قاعد بس انها كونها لعبه يعني ضاره او مضره لا ما فيها مضره بالعكس انت تمشي بطريق صح ما في مضره بالعكس يعني رياضه وحلوه حالها حال اي رياضه بس انها متعبه يعني كمال اجسام قاعد تعدل جسمك كل منطقه بجسمك تشغلها هي بنظره الناس لها احنا نتكلم يمكن عن والله نظره الناس لها بالكويت بس الحمد لله الحين يعني تقريبا شباب يمكن 90% شوف كلهم نادي المتين يبي يضعف واللي ضعيف يبي يمتن انا قاعد واللي يبي يعدل جسمه الحين اكثر الناس كلها بالنوادي انا قاعد اكلمك يمكن عن اول يمكن قبل 5 سنين كان في كذي الخلاف هذا ان شباب يمشون بالمجمعات ويأذون الناس شباب الصغار هذول اللي تو طالعين باللعبة أو يجي النادي كابتن أنا بجسم عندي بأربع شهور يعني الحين جايني برمضان أول رمضان أبي حق العيد جسمي جاهز أقول له ما يصير يا مو دشداش أنت تبينا أفصل جسمك هذا يقول لك أبي حق العيد ولا أبي حق الصيف أي هو عباله مثلا أنا مش مدرب شخصي برايفت يقول لي أنا أعطيك أزيدك وكذي قلت أنا مو بحاجة صحتك أنا مو بحاجة أنا أدرب هواية أنا هاوي الشيء قلت له ما أقدر والله أنا اسمح لي ما يقدر ويبي انا وبعدين يبي يدش على طول بالمكملات الغذائيه والاخر شيء يعني
انا كله على نظام الاكل. احنا لعبتنا يمكن 80% على نظام الاكل. الاكل هو يفوزك وهو يخسرك. حمد خلنا نطلع فاصل ونرجع نكمل وياك موضوع الشهر. مشاهدينا فاصل وراجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفنا البطل حمد الشطي. رحب فيك معنا حمد مره ثانيه. حمد تكلمنا تو بموضوع ان اللعبه مضره وعناصرها ما تفيد. وصلنا حق نقطه نبي شوي نكمل لسال المشاهدين. اللعبه هذه هل هي لعبه لياقه؟ لعبه كمال الاجسام اللي هي يعني تفيد بان الواحد ممكن يكون عنده لياقه، ولا تكون بس انه حديد وشكل وبس شكل تناسق عضلاته بس؟ لا والله بالعكس، احنا عندنا بهالمجال يعني في اللياقه حيل، يعتمد على اللياقه حيل. اكسجين يصير بالعضله، هم محتاج لياقه، لياقه كبيره بعد محتاج. يعني ما شاء الله في تمارين السوبر هذه تحتاج لياقه كبيره، نفس قوي. يعني الحمد لله انني لاعب كمال اجسام، احب العب الكره، هاوي الكره والعب كره للحين عادي. يعني ما يمنع الوزن الزايد او ان العضلات هذه بان انت تلعب كره قدم وتركها وتمارس اي رياضه؟ هاوي لاعب كره يعني. حب ما تثقل عليك، ما تاثر عليك؟ لا طبعا تكون ثقيل شوي، لان اول كنت خفيف فيني سرعه. يعني يفرق الوزن، وزني كان يمكن 50 كيلو ولا 45 كيلو، ما في شيء، وهاوي كره والعب بالبيت. بس حاليا يعني 80 كيلو شوي ثقيل، بس انه حركتي شوي بطيئه، بس انه ما يمنع بالعكس، تركض وتروح ترد عادي ما في اي شيء. هو يقول لك لاعب كمال اجسام بس لاعب حديد، لا لا كانه بس يمكن معتني بجسمه بعضلاته، ما يكون في لياقه. هذا فكر الناس اللي هذه الفكره الموجوده. أيوة ما في لياقه، ما في حيل، اللي يقعد قاعد بالبيت بس يتكلم. لا هذا جسمه متفوخ، ما يقدر يركض من هني لهني. ايوه من هني لهني مثلا، ما يقدر يركض داخل الفريج من هالمسافه لهالمسافه. بالعكس انا مستعد، انا اركض اكثر من 6 كيلو، اركض ما اوقف اكثر من 6 كيلو. في ناس تقول لا شلون شطي مثلا كذي قاعد اتكلم يقول لي اركض اكثر من 6 كيلو، اقدر اركض انا، عندي لياقه، انا ادري ان انا عندي لياقه ولياقتي زينه وشيء مستمر، ما وقفت انا عن الرياضه. بس ما شاء الله عند احمد احنا قاعدين نشوف يعني ابطال ملاكمه، ابطال عالم ملاكمه، يعني هذا مو جسم، هذا جسم هم لاعب كمال اجسام يلعب. يعني نقول اي رياضه، اي رياضه حتى كره القدم، حتى اي رياضه بالعالم لازم يدش، لازم تلقى عندهم صاله حديد، لان اللعبه مكمله حق الرياضات كلها هذه. صحيح. بس احنا لا، لعبتنا هني تخصص بس بالعضلات، يعني متميز، يعني تميز بكل تركيزكم على العضلات. صحيح. انزين حمد بيتكلمني، هل انت تشوف انه لازم يكون هناك اشراف طبي في طبعا لعبه كمال الاجسام؟ يعني يكون اشراف طبي في مكملات غذائيه؟ والله يكون على حسب اللي متابعك، لازم طبعا انت محتاج اشراف طبي حق الجسم، محتاج انه متابعه في التغذيه، لان انت قاعد تتكلم عن المكملات الغذائيه. لا هني هي ضمن التغذيه هذه، تصير متابعه مع اللي منظم لك جدول الاكل، جدول التمرين، فهني يعتمد. فانت قاعد تشوف ان هذا الشيء يعني لازم احط لي انا دكتور مختص او اراجع دكتور، او انه شخص يعني ذو يمكن نقول اخصائي، اخصائي تغذيه. اخصائي التغذيه ما يمكن، مع احترامي لهم كلهم، بالعكس يعني هو اخصائي تغذيه نفس ما يقولون هم من دكتور، بس ما يقدر في مجال كمال الاجسام. يعني احنا لنا ميزان في الجسم، انا اقدر العب بالكربوهيدرات بجسمي، انزل اصعد اشوف متى الجسم مثلا مسك شوي، مسك ماي عبى شوي، عبى الجلد، فهني انا العب بالكربوهيدرات، انزل فيها او اصعد. هذا انت تشوف نفسك او انت لا تجي اللي يتابعك نفس ما قلت لك، اللي يتابعك هو اللي. هل انت لا تتبع مو اخصائي؟ هذا ما يبي له اخصائي، لا شخص يعني. اي هو بدر بودي، هو متابع المنتخب كله، متابعكم. اي متابعنا. اي هو اللي يقول خلي مثلا الكربوهيدرات عندك 1000 جرام، 600 جرام، 200 جرام، مرات يفاجئك يقول لك الحين لازم تسوي زيرو كارب. زيرو كارب شلون؟ يعني ما تاكل شيء، بس تاكل صدور دياي وخضار بس. في ناس عبالها اذا انت ما اكلت كربوهيدرات خلاص تبي تطيح، تبي تصير مريض ولا تتعب. في بديل، الخضار مال الخضار، لان فيها كارب نسبه قليله، بس هم هذا شيء يعني شيء زين، يعني مو انه ما عندي طاقه ولا ما عندي باور. بس مو معناته ان انا اكون يعني شخص يمكن مو ذو تخصص في مجال مثلا نقول التغذيه، او هذا مثلا يكون مجال التغذيه، بس ممكن انا افيد نفسي كلاعب حديد او لاعب في كمال الاجسام او في اي رياضه. ممكن ان انا اسوي لي مثلا نظام غذائي بنفسي اذا كنت مثلا قاري، او يكون عندي معلومات يعني عن يمكن التغذيه الصحيحه. اي تقدر. اي عدل شيء صحيح هذا، ان انت تسوي نظام حق نفسك وتمشي عليه.
بس هني الناس كلها حاطه ببالها لا انا ما اعرف حق نفسي، لازم اروح حق دكتور او لازم اروح حق احد يشوفني يتابعني يوصل لي وجباتي للبيت. هذول لا دقيقين، بالعكس نفسها انت مسوي نظام حق نفسك، بس هناك ليش انت تروح وتتابع؟ اقول انا دافع فلوس انا بستفيد، ليش انك انت دافع؟ اما لو انت من نفسك انت تسوي حق نفسك تقول لا يا محمد خلها باكر، خلها اللي بعدها، خلها اسبوع الجاي يبلش، وخلها السبت ان شاء الله يا ربع. هذا السبت ايوه بس هذا السبت رياضه كل الناس. ايوه تاخر تاخر تاخر، بس لما تروح تدفع فلوس تقول لا خلاص الحين انا دفعت وقاعد يوصل لي الاكل لازم التزم، ومع الدكتور ومع يعني الامور هذه انت تقدر تلتزم، تعرف الاكل النظيف، تعرف لازم بدون دهون بدون سكريات، تاكل بشكل معقول، نسبه قليله من الكربوهيدرات من البروتين والخضار، هذه وجباتك. بس في ناس طول اليوم يقول لا خل اطق لي مثلا بعد الغداء اطق لي كاكاو شوي كذي ارتاح ريح مزاجي احط راسي وانام، ويقعد ما في رياضه ويطلع وياكل ويا يقول لك يوم السبت وكل وجبات سريعه يقول يوم السبت انا ببلش. على طار يوم السبت الحين ايش رايك باللي يقول مثلا اليوم صار الاحد يقول والله يوم السبت اعدل اكلي واتمرن السبت، وليا يوم الجمعه قال خلنا نفتح اليوم باكر اتمرن، قام متاخر السبت قال السبت اي هذا الشيء اللي قاعد ياخره ما في اراده، بالعكس هذا ايش رايك فيه؟ هل ان انا لازم ابلش السبت ولا اذا لا انا لا بتمرن اروح على طول ثاني يوم؟ الاراده يعني عندك يقول انا من اليوم من اليوم انا راح ابلش، هذا اذا كان انت عندك اراده قويه شيء يراجع لك انت طبعا، اذا انت كنت حاب الشيء مثلا انت زاد وزنك لا خلاص مستحيل، اللبس قام يضيج علي بالبيت يعني قاعد اشوف ما عندي لبس واكل مفتوح وعايش يومك مرتاح، هو الاكل حلو الاكل حلو بالعكس الشابيس والدهن هذه لابد منها، انت تتعب يعني من نظام الاكل تتعب اول فتره بس صح، يعني في ناس تتعب اسبوعين في ناس لا والله من الصفر عادي يبلش واموره طيبه، بس ما يمنع احمد اذا انا الحين معدل اكلي وقاعد اتمرن يعني ممكن انا اكل مثلا عن خاطري بعد اذا هو بس الدهن ترى يقول اهل المشابيس ولا الامور هذه الواحد يمكن ناكلنا بعد كويتين نحب العيوش اي اكلنا بعد اي اكلنا مشكله فهذا ما يمنع حتى نشوف لاعبين حديد نفسه اكل بالمعقول اكل بالمعقول بس يعني اكل 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 مشابيس شنو مطبق اكل كل شيء بس بالمعقول يعني اذا انت كنت تاكل صحن ترسه وحالتك حاله يمكن 1000 جرام هذا احنا نقسمه حق ثلاث وجبات ولا اربع وجبات انت تبي طقه طقه واحده ما يصير صحيح تاكل بالمعقول يعني سد الشهوه بس خلاص انه انت كنت مشتهي وتاكل بس خلاص انتم تاكلون اكثر من ال1000 جرام بس انه شنو تتقسم هي بالصحيح تتقسم إيه؟ تقسمونها بان جاي من دفع اكثر من 1000 جرام وكلها فات وبوجبه واحده اي وكلها فات احنا ما في فات اكلنا يعني يكون نظيف انا اقول لك اكل مثلا اكل وجبتك الرئيسيه عشان اذا انت كنت مشتهي اكل وجبتك الرئيسيه مثلا اللي هي صدور دياي وخضار بعد ما تخلص والله اقعد مع الاهل واكل مطبق بس ما راح تقدر تاكل وايد لقمتين ثلاث بس بالكثير صح انا شباب اللي عندي كذي اقول لهم عندنا اليوم تفتحون اكل مثلا يوم الجمعه اخليه ياكل بس اقول له بشرط تخلص وجبتك الرئيسيه بعدين تروح تاكل يقول شنو وجبتي الرئيسيه؟ احط له كربوهيدرات احط له صدور دياي واحط له خضار يخلص وجبته هذه اقول له بعدين اكل اللي تبيه انت يقول لي خلاص ومن دفع هو يقول مسجل كابتن كذي يقول لي خلي يروح ما يقدر ياكل انا بيشبع خلاص بس خلاص في اكل بس هو من داخل يبي ياكل يقول لا راح اكل انا لان حمد ما اعطاني الا هالفرصه طبعا ما راح ياكل ياكل الا شوي بس زين حمد ايش رايك بالخطه المثاليه للحصول على جسم متناسق شلون يعني تشوف الخطه المثاليه او النصيحه يمكن تقدمها والله بالنظام الاكل اهم شيء اول شيء تكلم عن الاراده هذا رقم واحد الاراده ثاني شيء نظام الاكل ثالث شيء التزم بالتمرين هني توصل شيء يكمل شيء اذا قاعد وتبتسمع وبنطر يوم السبت وبنطر ربع يسجلون النادي عشان انا اسجل ما راح تسوي ولا شيء هذا مكانك انت واقف مكانك هذه الرساله مالت يوم السبت يمكن نوصلها حق كل اغلب مشاهدينا وايد ناس يمكن عندهم هذا يوم السبت هو يوم كبدايه الاسبوع يبلش يوم السبت او ولا يوم الاحد خلاص مسجل نادي اكيد انا يلا يا فلان روح النادي والله عندي شغل انا يقول خلاص خليها باكر ثاني يوم امشي اليوم خلنا نطلع خليها السبت الجاي لانه مضغوط شوي وهذا عندي كم شغله نخلصهم هالاسبوع اي السبت الجاي نسى الموضوع وكمل وبعدين شاف له رفيق ثاني ايش رايك النادي وهذا مستمر كله على كذي انا واحد يشجع الثاني بس حتى لو يسجلون صح يسجل النادي كنا دافع زكاه حق النادي يدفع اشتراك اي يومين بس يوقف يعضل بالبيت هو بس اقعد بالبيت
بروح الحين بس نطلع فاصل بس راح نتكلم عقب ما نرجع من فاصل عن مستر أولمبيا إن شاء الله. مشاهدينا فاصل نرجع نكمل مع البطل. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. حمد، يمكن احنا طلعنا قبل ما نطلع الفاصل قلنا راح نتكلم عن بطولة مستر أولمبيا اللي قيمت في البحرين. ابيك تقول لي عن هذه البطولة، يعني البعض يقول انك انت شاركت تحت ضغوط ادارية وانت مبتعد عن المراكز الاولى، يعني شنو السبب؟ انا والله في تجهيزي في السنة 2013 كنت مو ناوي العب بطولة كلش نهائيا، بس الحمد لله بلشت في شهر 4 ولعبت والله ليه 11 نص 11، شفت ما شاء الله جسمي يعني صار مستوى افضل من الراحه، لان كنت مريح فتره طويله، الجسم طبعا محتاج فتره راحه، بس اول مره كنت اريح الفتره يعني. والله شافوني الاداريين واللي جهزني اللي هو اخوي بدر بودي، قالوا ما شاء الله جسمك صار زين جاهز، انت ايش رايك تلعب؟ وانا ودي العب بالعكس، وكان عندي اذكر اسبوعين، قالوا لي جهز، اذا جهزت العب، اذا ما جهزت لا تلعب، يعني لا تحرق انجازاتك اللي انت سويتها كلها، اذا جهزت العب، ما جهزت لا تلعب. قلت له ان شاء الله. والله مع الايام بعد اسبوعين ولا شوف ولا جاهز، يعني خلال اسبوعين جهزت استعداد يعني كان حق بطوله يعني. وطبعا طول السنه انا يعني من اول ما ابلش العب اتمرن، الاكل نظيف والتمرين والنظام الغذائي ملتزم كل شيء، بس فترة التجهيز اللي احنا لازم ناخذ فيها اقل شيء 6 اسابيع لثمان اسابيع، الحمد لله جيت بهالفترة خلال يعني اسبوعين. هو يعتمد على الجينات يعني، اهم جيناتي شوي كان ساعدتني ان انا ضعيف واقدر بسرعة، يعني ما جسمي ما يشيل فات وماي وايد نسبة كبيرة، نسبة قليلة معتدلة، هذا الشيء خلاني اجهز. شافوني والله قالوا لي العب، قدام ان انا جاهز ايش ما العب. 2013 خل اسوي فيها بصمة بعد شوي، لأن كان عندي بس إنجاز 2012، قلت خليني أكمل 2013 يتدش بالسي في حلوة هذه. أنا بس أنا ناوي كنت ما ألعب أنا، والله رحت هناك ولعبت فضل الله زين، جبت ثاني أولمبي. هل كان شنو ابتعادك عن المراكز الأولى؟ شنو السبب فيه؟ يعني عندك ليش مبتعد أنت عن المراكز الأولى في بطولاتك؟ لا سنة 2012 شفت ذهبيتين. لا في هذه البطولة اللي هي مات مستر أولمبيا اللي في البحرين. الفترة تجهيز، فترة التجهيز هل تلعب دور حمد؟ اي دور كبير. يعني مثلا الحين بطولة لبطولة تفرق التجهيز؟ انا قلت لك اسبوعين عند أورن كلاسيك لبطولة العالم، اسبوعين فزت على اللي فاز علي اللي ياب اول، خلال اسبوعين فزت عليه، هو ياب رابع او خامس، انا لعبت ثاني عالم. معنى الفرق من بطولة لبطولة، فرق من بطولة لبطولة اسبوعين. بس هل يختلف حمد يعني التجهيز من بطولة لبطولة؟ مثلا انا الحين عندي بطولة بعد نقول 4 شهور، حلو، وعندي بطولة بعد هذه يمكن بعدها بشهر، يصير تطوير في الجسم. يعني يختلف عندي انا هني اجهز حق هالبطولة يمكن اكثر من هذه الثانية؟ اي اكيد بالمدة، اي يختلف شيء كبير. اصلا انا الحين جهزت حق مستر أولمبيا 2013، الحين باذن الله ان شاء الله رايح تاريخ عندي بطولة 27/2 في أورلاندو كلاسيك بامريكا، فعندي وقت بعد هني. ما يصير والله اذا جبت مثلا مركز ثاني ولا ثالث اقول لهم والله انا كنت مو مستعد 10 ايام، ولا في ناس وايد تقول لا الشطي شلون يقول 10 ايام، طول السنه قاعد يلعب وقاعد يتمرن وقاعد ياكل زين، وحين يقول لي 10 ايام جاهز حق بطوله. الناس ماخذه فكره غلط عن فكره التجهيز. التجهيز احنا عندنا الست اسابيع اللي قاعد اقول لك عنها ولا 8 اسابيع، هني ضغط في التمرين، نظام الاكل خلاص يكون مشدد على نظام الاكل الحيل، في الكربوهيدرات، في الميزان، الاكل، الامور هذه. فهني هذا خلال اسبوعين سويت كل هذا، الحمد لله بالعكس انجاز خلال اسبوعين وجيب ثاني اولمبيا بالعكس. هذا لا شك بشيء ان تمرين البطوله غير عن تمرين يمكن اللاعب العادي اللي هو يتمرن اليوم بشكل يوم. اكيد عن تمرين البطوله لا تجهيزات. اي تعبت انا خلال اسبوعين تجهيز، يعني كان تمرين حيل متعب، ملتزم على فترتين، الحمد لله جيب ثاني اولمبيا، انه رد نفس الانجاز ولا ورا. لو ورا شوي كانت
صعبه شوي يعني تاثر شوي. تأثر شوي صح. زين حمد، عندنا انجازات لاعبين كمال اجسام تغطي انجازات الالعاب الاخرى، يعني يمكن تشوف تقصير قائم للحين من الهيئه العامه للشباب والرياضه في هذا الشيء. هم ما قصروا يعني من ناحيه التفرقات الرياضيه وال يعني احنا قاعدين نشوف مع التقصير هذا من العام الشباب والرياضة قاعدين نشوف يعني الشباب قاعد يشاركون في بطولات الخارجية. اي طبعا مشاركات خارجية كلها على حسابنا الخاص، هم عندهم بعدين بنود بالهيئة اذا انت تشارك على حسابك الخاص لا يقول احنا ما نكرمك، احنا ما نعطيك، احنا ما نسوي لك. هذا رايح انا على حسابي وهم ما يبي يعطوني بطولة معترف فيها دوليا، يقول لا اول شيء تقدم على الهيئة نعطيك احنا ميزانية عشان تروح تشارك، واذا ما طلعت الميزانية ما تشارك. احنا كل ما اروح لاي ما في ميزانيه، ما في ميزانيه شلون تبي تروح؟ اروح على حسابي الخاص، ما تتكرم اذا رديت ليش؟ قاعد يعطلون اللعبه يوقفونها شوي، ما عندنا يعني مغر ثابت حق لعبه كمال اجسام، لجنه كمال اجسام احنا عندنا. وانت لازم هل يعني ان انت قبل البطوله بفتره ان انت مثلا تقدم على طلب او شيء يعني بطريقه من الهيئه العامه للشباب والرياضه ولا؟ اي اكيد طلب من اللجنه الاولمبيه لل تسوي كتاب من اللجنة الأولمبية يقدمون دعم يقدمونه حق الهيئة العامة شباب الرياضة إذا جت موافقة وتنصرف يعني ميزانية. ممكن تجي الموافقة وهم ممكن ما تجي. ايه وبعدين احنا ما لنا راتب احتراف حق لعبتنا كمال اجسام، في رياضات يعني قاعد يمشوا لها رواتب، كل الرياضات اصلا بالكويت يمشوا لها راتب احتراف، هذا شيء واقف عنا، احنا نتمنى انه يصير يعني ان شاء الله. لعبة مكلفة هالشي. بالنظام الاكل ومكملات غذائية وبالتمرين يعني النظام قاعد يمكن تاكل يمكن 6-7 وجبات باليوم، وطبعا تدرون الاكل كله فريش لازم يكون، مصدر دياي فريش، سمك فريش، لان هي يمكن لعبه يمكن هي فيها يعني يمكن فيها تعب نقول مادي على الصرف معنوي بعد فيها معنوي بان انت تتعب او إيه بان انت تمرين ليش ايش تبي باللعبه وقاعد تضر نفسك، ايش دراك شلون قاعد تضر نفسي يعني، بالعكس محافظ على نفسي يعني. وبعدين بالنهايه هذا كله جسمي يعني يمكن صحتي قاعد تضر نفسك، اقول له يا اخي هذا البنادول يقول لي استخدامه من حبه لحبتين، ليش تاكل 5 حبات؟ قاعد تضر نفسك انت. صح. يعني باليوم يقسمها ثنتين 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 ولين طاق 7-8 حبات. اقول له انت اللي قاعد تضر نفسك مو انا، انا قاعد اكل بروتين عادي. ممكن حتى عادي. هو من وزاره الصحه انا يزيد من البروتين شوي حق بنتي الصغيره عادي تشرب من البروتين. زوجتي يعطيها بروتين، ولدي يوسف عمره يمكن سنه يزيد شوي يشرب خفيف يعني. الحين الناس تحط ببالها احمد يشرب ولا بروتين لا الناس وايد يمكن ماخذه فكره، احنا نصلح الفكره يعني للمشاهدين، يمكن في ناس وايد ماخذين فكره ان البروتين فهو ضار، يقول لك لا تاخذ بروتين لا تاخذ مش بالعكس مكمل غذائي بروتين مكمل وهو من وزاره الصحه ايضا احنا لما نشوفه فيه من وزاره الصحه ومختوم وكل شيء مختوم ومرخص من وزاره الصحه، بس اللي مو عارف بهالمجال بس قاعد بالبيت يتكلم وشوف بطنه قدام وما قدر يتحرك ومنسدح على جنب وقادر انه يوصل حق لعبه كمال اجسام لانه ما عنده اراده صح. ويمشي يتكلم هذا قاعد يلعب نفسه، هذا جسمه تفخ، هذا وين سمعت تفخ؟ التاير هو ما ادري والله طالع من السالفه. زين احمد خلينا نطلع شوي من اللعبه، راح نتكلم شوي عن موقف صار لك في الصالون، من عقب هذا الموقف انت صرت بطل، شنو هذا الموقف؟ الموقف هذا صار لي مع اخوي رضا القبندي. كنت اشوفه يعني كله يوقف على المسرح وبطل قوي، كنت اوقف بالمسرح انا اوقف مع الجماهير قاعد مع الجماهير واشوف رضا الناس تصفق له ويوقف بطل. يا يوم رضا قال لي همن قال لي انت يبي يوم راح تصير بطل ما حد يوقف يمك. هذا هني انت ما كنت تلعب؟ لا كنت العب بس توني يعني صغير باللعبه. فوالله ان شاء الله كابتن ما اعرف يعني بهالمجال وما ادري شنو ما شاء الله ولا نظره بعد حلوه. لان خبره هو العود فينا في لعبه كمال اجسام هو اقدم لاعب موجود. ويمكن شارك وصاحب انجازات كبيره قبل العب قبل ادش بهالمجال كلش. والله قال لي ان شاء الله تصير بطل وكذي. يا اليوم انا واقف على الستيج قاعد توج على المركز الاول ورضا قاعد بين الجماهير يصفق لي. هذه هي صارت بان انت كنت قبل يمكن أيوة. طالعه وانت قاعد بين الجماهير اصفق لي الحين هو قاعد يصفق لي. طبعا هو لا شك بان انتم ابطال تشجعون بعض بالعكس وانا شخص احبه يمكن اشوفه بالرياضه هذه او بلعبه انا حبيتها واشوفه واحب مثلا الشخص هذا كبطل ايوه يوم دانا كانه هو يعطيك يمكن دافع دعم أيوة. منه لك طبعا في هذا بالعكس اللعبة. ايوه يعني بهالوقت الدعم المعنوي تحتاجه حيل وبالذات الفتره الاخيره يعني اذا كنت خايف مثلا قبل المسرح انت خايف
الجسم يفرز كنا هرمون يخلي الجسم يعبي صح. اللي هو خايف ومرتبك تخسر خلاص صح. انت سويت اللي عليك انزل على الستيج وشوف شنو الله كاتب لك تبتاخذه صحيح صحيح وهذا الشيء صار معي يعني يصير معي يعني لازم باي بطوله باي بطوله احط حساب حق المركز الخامس لين المركز الاول بس ما ادري انا اي مركز والناس وربعك انت الاول ودعم معنوي طبعا يكون بهالفتره دعم صح دعم من ربعك يمكن قاعدين عندك بالبطوله وحاضرين وحتى الناس ايه كلامهم يعني حتى انتم كابطال يمكن يعني. تشجعون بعض وقت البطوله واحنا نشوفهم طبعا حتى كابطال مو مشاركين بس تلقاه قاعد كدعم للاعبين نفسهم اي نعم الفتره الاخيره انا حتى من تجهيزي ان ما ابي اخلي احد يشوفني لان اكثر الناس لا كنا والله بطوله اللي طافت كنت احسن فاقول حق منه ارجع حق زوجتي حق اهلي مرات اشوف عيال اختي صغار ما يعرفون ولا شيء والله خالي جسمك قوي خالي جسمك حلو ما يعرفون خاصة الصغار يشوفون اي بس شوف الكلمه هذه تاثر فيني صح قاعد يقول لي جسمك قوي بعدين اتذكر اقول هو صغير بس هم يعني ولا خلنا اخلي واحد يشوفني وما يفهم ويقعد يحبط فيني صح مع ان عندي اراده وعارف انا مستواي شلون انه موقف على الستيج بس ما له داعي هم يبي لك تفكير شلون كذي قال عني يمكن توسوس صدق كلامه بطوله اللي طافت كأنك انت احسن وتدش على الصور وتشوف صورك كلها هني جاهز انا احنا انا مو جاهز وباقي على البطوله ثلاثة اسابيع وانت قاعد طالع صور وانت واقف على الستيج انا ما يصير تقارن صح حمد نبي بالختام يمكن وصلنا وياك على ختام حلقتنا اليوم نبي بس تكلمني الهدف اللي انت تتمنى انه توصل له وابي منك كلمه شكر والله انا هدفي في اللعبه انا كنت اتمنى اني اول اقول بس ابي البس ذهبيه بعدها بوقف لبس ذهبية بعدين قلت بس خلاص آسيا أوقف جبت آسيا أوروبا يعني بس أبي ذهب وبوقف صح. الحمد لله فضل الله والإنجازات قاعد تزيد الحين والله أطمح حق الاحتراف دمني كذي قاعد أشوف إنجازات أول ثاني أول ثاني وإنجازات قوية طبعا الاحتراف بس ما يصير الأوزان اللي تحت 75 أقل وزن يمكن على ما أعتقد اللي هو 95 أو 100 دمنا الإرادة موجودة أخوي بدر بودي موجود بفضل الله نوصل إن شاء الله كلمة شكر والله أحب أشكركم ما قصرتوا وكلمة حق الجمهور إن شاء الله أن لا أحد يفهمني غلط أخاف أني ضايقت أحد خصائص تغذية استمتعنا ولا نفسنا معاك يمكن استفدنا حتى من لقائنا معاك عرفنا شغلات يمكن ما كنا نعرفها في هذه اللعبة بس قبل لا نختم نقدم لك هذه الجائزة البسيطة من زوم أوبتيك للنظارات قدمي لك هذه الهدية مشاهدينا قبل لا نختم نبي نشكر زوم أوبتيك لرعايتها لهذا البرنامج نأمل أن تكونوا استمتعتوا ويانا في هذه الحلقة على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم.